الخير، وياكم البطل شاب احمد. هنقدم لكم برنامج سبورت داي قناه زاكروس الفضائيه. راح نكون تمريننا اليوم تمارين منزليه نقدر ناخذها بالبيت، يعني تمارين بسيطه تكون. راح ناخذ اول شيء كارديو بطريقه الحبل، راح نبدي بيه، وبعدين راح لكم تمارين منزليه تقوي بيها عضلاتك، لان اول شيء فيروس كورونا لازم نقضي عليه بتمارين منزليه تكون، او تمرين بالجيم ماكو اي اشكال. اللي ما يقدر مثل يتواصل يجبرك بالقاعه يتمرن يقدر ياخذ تمارين منزليه. راح نبدا وياكم اول تمرين يكون كارديو بالحبل. نقدر نحمي بيه يعني هذا. مو شرط يكون، خلينا نقول خمس دقائق ولا اربع دقائق، تقدر تطول من تمرين الحبل بيه، تاخذه شويه شويه، خلينا نقول يوميا تزود دقيقه دقيقه ونص دقيقه نص دقيقه، يكون افضل لك. خلينا نقول هسه كملنا من تمرين الحبل، راح نرجع ناخذ تمرين ارضي يكون، تقدر تستخدمه بالبيت، اي واحد يقدر ياخذه يعني. راح نبدا اول تمرين ناخذه شناو، يكون وسط ويا مستوى الكتف، الظهر يكون عدل، استقامه مثلا خلينا نقول واحد مثل ما يقدر ياخذ اول تمرين. شو يسوي؟ ياخذ مثل او تمرين عدتين او ثلاث عدات، وراها شوي شوي يقوم يطور نفسه، لانه فيروس كورونا ما يقدر نقضي عليه الا مناعه تكون قويه. نرجع ناخذ، الظهر يكون مستقيم. صار عندنا هسه تمرينين منزلي. التمرين الثالث يكون رجل، فيش استقامة أو نقدر نمدها، ناخذها هسه هيك. نقدر ناخذ مثل أربع سيتات على 10 10 8 8 أو نقدر نسوي 15 15 12 12 حسب مطاولة اللاعب يكون. ودائما بالتمرين لازم واحد يشرب مي كمية، يعني خلينا نقول نقدر ناخذ نص لتر مي أو لتر مي أفضل. ليش؟ الدم يكون توزيعه أسرع بالجسم يعني، ويخف الدم وعملية حرق الدهون تكون أكثر. هسه التمرين الثاني أخذناه، أول شيء أخذنا الحبل، بعدين أخذنا التمرين الثاني الشناوع للصدر، بعدين التمرين الثالث أخذنا معدة، أعلى المعدة. هسه راح ناخذ أسفل المعدة يكون، هم نرجع ناخذه، الإيد تصير بهالمنطقة. يعني نقدر نبدي بيه عدات تكون 15 15 10 10 4 4 ماكو كل اشكال، بس نكثر عدد المجاميع. هذا التمرين الثالث كان. هسه ناخذ جوانب نقدر ناخذ احنا جالس. دائما خلي الرقبه مثل مرتخيه، عمود دس التشنج عندك اسفل الرقبه. ناخذ هذا تقريبا ست مجاميع على 25 افضل يكون، او نقدر ناخذ مثلاً واقف ناخذه تكون هالصورة. أي شيء تقدر تشيل بيدك، مثلاً أي وزن تقدر مثل بالبيت عندك أو تاخذه بدون وزن، ماكو أي إشكال عندنا. ناخذ بيه جوانب. هسه ناخذ تنقية شوية. دا
دائما نكثر يعني اول نقوم ناخذه، ما ناخذ مثلا خلينا نقول اربع مجاميع على قابليتك او على قابليتك، مثلا اذا بنين تتمرن او ولد تتمرن ما عندنا كل اشكال. لازم تكثر عدد المجاميع بس كبدايه ستيب باي ستيب، خطوه خطوه ناخذها لما نقدر نوصل للعدد اللي نريده احنا. ما بي اي اشكال يعني يكون، وبدون اي جهاز هذا يكون، يعني تمارين بسيطه كلش وتقدر يعني تستخدمها بالبيت. مثل تاخذ تمرين الاكتاف اي شيء بيدك، مو شرط يكون مثلا دمبلس ولا شيء، اخذه مثل وزن، اي وزن عندك بالبيت او وزن خفيف تاخذه ما بي اي اشكال. وهاي كان تمريننا اليوم، واهلا وسهلا بكم مره ثانيه بقناه زاغروس فضائيه.